صباح الخير وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا. تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة ورعدية وظهور شبورة مائية وانخفاض في درجات الحرارة. فتعالوا بينا نتابع ونعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، ونتابع كمان أخبار الطقس بشكل مفصل في محافظة الإسكندرية بعد نوة الفيضة الكبرى، ونعرف حقيقة تعطيل الدراسة فيها. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها للطقس اليوم، وأكدت أنه بشكل عام يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. كما تنشط الرياح أحياناً بسرعة 30 كيلومتر في الساعة مع غيوم جزئية. وضحت هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب الوجه البحري ومدن القناة تتعرض لشبورة مائية ورياح معتدلة وغيوم جزئية، كما تتعرض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة 60% تقريباً، مع نشاط رياح أحياناً بسرعة 32 كيلو متر في الساعة. ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وتحدثت بشكل تفصيلي عن توقعات سقوط الأمطار، وقالت أن السواحل الشمالية وخاصة محافظة الإسكندرية ما زالت تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي تصاحبه كتل هوائية شمالية رطبة قادمة على البحر المتوسط، لذلك تستمر عليها فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية. وأكدت أن فرص سقوط الأمطار هتكون بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون رعدية أحياناً في أغلب المحافظات الموجودة في السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، مروراً بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبعض المناطق من دمياط. ووضحت أن كميات الأمطار المتوقع سقوطها اليوم متفاوتة في شدتها من محافظة إلى أخرى، وستكون الأمطار على فترات متفرقة من اليوم، مشيرة إلى أنه بالنسبة لباقي قطاعات الجمهورية تشهد تلاشي في فرص سقوط الأمطار. وقالت كمان أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الأجواء على أغلب أنحاء الجمهورية ستكون لطيفة ومعتدلة. تعالوا بقى نروح لمحافظة الإسكندرية، واللي تم رفع حالة الطوارئ بها منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب نوة الفيضة الكبرى، وبعد إعلان هيئة الأرصاد بوجود أمطار غزيرة ورعدية على المحافظة، وانتشرت 150 سيارة لرفع مياه تراكمات الأمطار ومنذ فجر يوم أمس الخميس بدأت الأمطار في الهطول بغزارة، حيث كانت مركزة في أحياء شرق الإسكندرية، مما أسفر عن تجمعات مياه كبيرة للغاية، وعليه أعطى المحافظ أجازة للمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب. وأوضح رئيس شركة الصرف بالإسكندرية أنه بالنسبة لتعطيل المدارس مرة أخرى سيتم مراجعة كافة الجهات من قبل المحافظ، وقال غالباً لما المحافظ بيراجع وبيلاقي كمية الأمطار كبيرة وممكن يحصل مشاكل بيقرر إعطاء الأجازة من بالليل، وده بعد السماع لكافة الجهات لاتخاذ قرار تعطيل المدارس. ووضح أنه في حالة وجود أي تجمعات للمية يتم التواصل من خلال رقم 175 من التليفون الأرضي أو الهاتف المحمول. دي كانت تفاصيل حالة الجو النهاردة، ودلوقتي هنستعرض معاكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على بعض محافظات مصر. القاهرة الكبرى 18، الصغرى 12، إسكندرية الكبرى 19، الصغرى 12، كفر الشيخ الكبرى 20، الصغرى 11، دمياط الكبرى 20، الصغرى 13، بورسعيد الكبرى 19، الصغرى 11، سويس أيضا الكبرى 19، الصغرى 11، شرم الشيخ الكبرى 23، الصغرى 12، المنيا الكبرى 19، الصغرى 8، أسيوط الكبرى 20، الصغرى 7، سوهاج الكبرى 21، الصغرى 9، الأقصر الكبرى 22، الصغرى 8، وأخيرا أسوان الكبرى 22، الصغرى 10. وبكده تكون انتهت تخطيطنا الجوية، وفي النهاية بنؤكد على ضرورة متابعة حالة الطقس
وبيان هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتفادياً للتعرض لنزلات البرد الشديدة. شكراً لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.